نعم، في الحقيقة دعني أقول أنه قبل قليل وصل رئيس الوزراء البريطاني إلى قصر الإليزي، كان في استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والآن يجري وصول بالتتابع لوزراء في الحكومة الفرنسية وأيضا الحكومة البريطانية. طبعا هذه الزيارة هي فرصة، كما قال الإليزي في البيان الذي أصدره يوم أمس، بأنها فرصة لطي الخلافات، أيضا تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. أطلق على هذه القمة تحت شعار إعادة الاتصال والتجديد بين البلدين ملفات عديدة على طاولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك. سيكون أولها هو موضوع الهجرة غير الشرعية، خصوصا وأن البلاد أو البلدين كانا قد شهدان حالة نوع من التوتر في العلاقات في عام 2022 بعد غرق عدد كبير من المهاجرين في بحر المونش، وأيضا وصول أكثر من 45 ألف مهاجر إلى الأراضي البريطانية. أيضا هنالك الملف الشائك الذي كان سبب التوتر الأساسي في العلاقات، هو موضوع اتفاق الغواصات الأسترالية، حينما كان تشكل حلف جديد أمريكي بريطاني أسترالي، وكان الخاسر الأكبر في ذلك الحين هي فرنسا. اليوم الرئيس الفرنسي لا يخفي رغبته في إعادة التعاون والعلاقات بين البلدين. هل عرف هذه القمة إن كان سوناك يحمل الجديد حول هذا الملف لماكرون؟ في الحقيقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني لا يخفيان رغبتهما في تعزيز التعاون بين البلدين وبحث الملفات المشتركة. هنالك رغبة حقيقية لدى الزعيمين بأن يكون هنالك نوع من التنسيق والتطوير بين البلدين فيما يتعلق بموضوع الدفاع، أيضا موضوع النووي والمناخ والبيئة، بالإضافة أيضا إلى الدعم الذي سيقدم إلى أوكرانيا لاحقا. سيكون هنالك أيضا اجتماع مع الفاعلين الاقتصاديين ومع المواهب الشابة، سيتم طرح عدة رؤى وأفكار خلال هذا الاجتماع. بعد سيكون هنالك أيضا مؤتمر صحفي في تمام الساعة 4 بتوقيت القاهرة، أيضا سيكون هنالك غداء عمل قبل هذا اللقاء الصحفي واجتماع كما ذكرت بين عدد من الوزراء والشركات الصناعية والمواهب الشابة. سيكون هنالك تعزيز للاقتصاد بين البلدين، خصوصا كما ذكرت بأن البلاد أو البلدين كانا يشهدان نوع من التوتر في العلاقات في الآونة الأخيرة. وهذه الزيارة يجدر الإشارة هنا إلى أنها أيضا هي تمهيد لزيارة مرتقبة للملك تشارلز الثالث في أواخر الشهر الجاري، فبالتالي هنالك جدية لدى الجانب الفرنسي وأيضا للجانب البريطاني في تعزيز هذه العلاقة والشراكة بين البلدين. علاء الدين صلال مراسل الغد، كنت معنا من الإليزي، شكرا جزيلا لك.